السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فيديو جديد من قناة عبد المرتي. كما كتشوفوا معنا احنا هذه هي الطريق القنيطرة، غادي نتوجهوا لواحد المشروع اللي هو واحد الفيلات. هادو الاخوان ديالنا كما تشوفوا معنا الفيلات ديال الودادين، ولكن مش هادو هما الفيلات اللي غادي نهضروا عليهم، واحد الفيلات اخرين باش نوريهم لكم الناس اللي ما عارفينهمش نبارطاجيهم معاكم. كما كتشوفوا معنا الاشغال ديال واد الحار، هي هادي الاخوان ديالنا راه كيهضروا واد الحار، هانتوما القوادس راه هما هادو مشاهدينا الكرام. احنا قرابين الاخوان ديالنا، هادي الاخوان ديالنا راه ديال الفيطون باش كيتخلط الكياس يديو باش كيعمر السواري. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هاد الفيلات ديال شركة الوداديين، وكاين واحد الفيلات اخرين غير كندوز منها. قلت علاش ما نبارطاجيش الفيديو مع الاصدقاء ديالنا، الناس كيبحثوا على الفيلات، ونجيو هنايا كما كتشوفوا معنا باش يبان لكم. ها واحد الرموك تيشارجيو ليه، شو الاشغال مشاهدينا الكرام مباشرة من القناة. انتم مشاهدينا الكرام، هذا راه مشروع جديد يلاه بادي، ويلا ضربوا الطبلة ديال الارض. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، غادي نوريكم حتى البانو، البانو ديال هاد الفيلات هادو غنوريهم لكم مشاهدينا الكرام. باش نتقربوا مشاهدينا الكرام، هاد البلاصة هادي راه كاينة في بوغنادل الشاطئ الامام، بريستيجيا الخوت تقريبا من بريستيجيا، وهذا مشروع جديد اللي كاين هنايا. راه كيكون الفيلا تنهي رساوي انت ما راكم عارف الارض هنا شحال دايره. ايوا الاخوان ديالنا حنا غير كنبارطاجيو، ما عندناش معلومات على حسب شحال كيديروا، حنا غير بغينا نبارطاجيو وتشوفوا معنا الاشغال وتشوفوا الفيلات اللي كاينين هنايا. مرحبا الاخوان ديالنا في هذه القناه عبد المرتيل. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، الاخوان ديالنا هذا هو اللي هضرنا لكم، الفيلات اللي هضرنا عليهم هما هادو يلا طالعين. واخوان ديالنا راه ضربوا لهم الطبله، انا ما عارفش الميتراج ديالهم، انا كنديز منا قلت علاش ما بارطاجيهم مع مشاهدينا الكرام، الناس اللي كيبحثوا على الفيلات، الناس اللي كيبحثوا على الفيلات. ايوا الاخوان ديالنا اللي خصتو شي حاجه ولا شي حاجه راه حنا نتكلفوا بهذا الشيء هذا. ومرحبا بالجميع الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا اللي كيبحث على شي بارطما ولا شي ارض مجهزه ناضيه تدوز عند الخاصر، كاين عده بقع عندنا المنتزه ديال بوغنادل. مرحبا بالجميع، والحمد لله راه عليها اقبال كثير، كيتلاقاو معنا الناس والناس راه تيشريو الحمد لله، والله يسهل لكل واحد. الاخوان ديالنا البانو هو هذا اللي هضرت عليه، ها كيفاش تدخل الفيلا لابيسين كلشي ناضي الاخوان ديالنا، مازال نتقربوا منه مزيان باش يبان لكم. شوف الاخوان ديالنا واحد الفيلا ترام هنا، هذا واقولا يكون اي مشاهدين كرام بليس دو، هذا كيما كتشوفوا معنا انتم مشاهدين الكرام، ما شاء الله اللهم بارك، الاشغال راهم خدامين. وهذا هو البانو اللي هضرت عليه اللي غادي يكون فيه لابيسين، وغنزوم لكم شويه باش يبان لكم البانو كامل. شتيو الاخوان ديالنا، مرحبا بالجميع، واحد الفيلا تامانيه غادي نوريهم لكم تامانيه كاين هنايا. هادو قريبا يكملوا بقات ليهم على فينيسيو، وغادي يكون واحد لابيسين هنايا. مرحبا بالجميع، واللي خاصتو شي حاجه مرحبا، اللي خاصتو شي ارض هنايا ملك تكون كبيره مرحبا، واللي خاصتو حتى شي بقعه في سوق الاحد بقناد شي 350 متر راه كاينه، وكاينه 231 متر مرحبا بالجميع، وكاينه حتى 70 متر اللي باغي شي حاجه لغد الحال راه كاينه. الاخوان ديالنا كما كتشوفوا معنا، هادو هما الفيلات اللي هضرت عليهم، وهذا المشروع اللي حداه هذا كما كتشوفوا معنا، المشروع باين واضح الفيلات اللي هضرت عليهم. هادو رايكم فيهم لابيسين فين كاين القروه، كما كتشوفوا معنا تما يكون واحد لابيسين القدام، انا غادي مع الطريق اللي ديال
كدير جوهرة البحر، والناس اللي كيسولون على جوهرة البحر، جوهرة البحر راه مبقاوش فيها البلاط النهائية للبيع غير شي تنازل قليل باش تلقى، التنازل صعيب باش تلقاه، وحتى البارت ما كتلقى شارينا هما 25 مليون، تبيعوها 40 مليون، تبيعوها حتى 35 مليون. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، انا راه هادشي هذا كلشي ملك مشاهدينا الكرام، ولكن الناس راهم تبيعوا اللي عندها ارض تبيعها، والمشاريع كتدرس هنايا بزاف، الفيلات العمارات، هذه هي الطريق اللي كدي الجوهرة البحر اخوان ديالنا. واحنا اخوان ديالنا غادي مع الطريق نصوروا لكم لقطه بلقطه، ومرحبا بالجميع اخوان ديالنا اللي اول مره كيزور لاشين عبدو مارشيل، انساش يشترك يدعمنا القناه، وشكرا فضلا وليس امرا اخوان ديالنا، وكنشكروا نسبه المشاهده داخل ارض وطن وخارج ارض وطن، والله يسهل على كل واحد اخوان ديالنا. كيف كما تشوفوا معنا احنا حدا واحد هاد البلاصه فيها لافوكا، انتم هنا البلاصه تاع هي كدير لافوكا هذا كيبيعوها، هنا واحد الروكار هادشي عاد صايبوه بقى جديده اخواني هنا، هادي عاد صايبوها جديده، والاخوان ديالنا خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.